إخواني أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. سنتحدث اليوم إن شاء الله على هذه النبتة العطرشية أو اسمها المعروف العطرة. طبعا العطرة هي شجرة صغيرة معمرة يصل ارتفاعها إلى متر واحد تقريبا، وتتميز برائحتها الجميلة والفواحة. عندما تفرك هكذا رائحتها جميلة وفواحة كما ذكرنا، وهي شديدة التفرع. طبعا ولها أزهار وردية ذات رائحة كذلك جميلة. طبعا تتواجد هذه النبتة في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط مثل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. وهي تزرع في الحدائق المنزلية والشرفات لرائحتها الجميلة ومنظرها المميز، وهي من نبات الزينة. طبعا ولها استخدامات كثيرة في المطبخ ولها فوائد كبيرة للجسم. تقوي جهاز المناعة في الجسم وتساعد على علاج مرض السكري من خلال تناول المريض 3 أوراق نظيفة. طبعا العطرية تتكاثر عن طريق العقل أو عن طريق البذور، وتحتاج إلى أشعة الشمس. نلاحظ ما شاء الله أوراقها الخضراء الجميلة. طبعا كما ذكرنا تهدي الأعصاب، وخاصة عند تناولها في الصباح الباكر مع الشاي أو منفردة. طبعا وزيوتها العطرية تستخدم لصناعة العطور والصابون. إخواني أحبتي المشاهدين، إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.